لا هنا هنا فوق فوق يلا اطلع اطلع فوق بس اقعد هنا فوق اقعد بقى اقعد بس شاطر زي ما انت شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعة ميلو أكيد كل الناس عارفة ميلو كلب المالينو اللي هو كلبي الخاص، يعني الكلب الخاص بتاعي أنا شخصيا، الكلب اللي أنا بنحبه جدا ونحب نعمل معاه كده حلقات دايما وفي ناس كتير عارفة ميلو ومتابعاه وكل الناس عارفة ميلو من يوم ما جبناه والحاجات دي كلها. النهارده بقى بنوريكم حاجه جميله خالص وهي ولاد ميلو، جراوي ميلو على نتايه من بره من غير عندنا خالص، نتايه بسم الله ما شاء الله مستواها كويس جدا ومواصفاتها كويسه جدا وهنشوفها في الفيديو، تمام؟ والنتايه دي يمكن كنا شفناها في حلقه مع ميلو هي جايه تتجوز من هنا لو الناس متابعه. جراوي ميلو يا جماعه موجوده معانا تمام في الحلقه ديت هنشوفها دلوقتي وهنقول على رقم هنحط على الجراوي او على البوست بتاع الجراوي او على الفيديو بتاع الجراوي رقم صاحب الجراوي ديت اللي انا مجوز له، تمام؟ اي حد حابب يتابع معاه هيتابع معاه عن طريق الفون وهتتفق معاه وطبعا تعرف اسعار الجراوي ايه والحاجات دي كلها، هتشوفه طبعا في الفيديو المواصفات وهتشوفه الدم بتاع الكلاب دي دمهم طالع جميل جدا ومواصفاتهم جميله جدا. لاحظوا اللي هيكون على الفيديو بتاع الجراوي، تمام؟ ده رقم صاحب الجراوي دي اللي حابب يتابع معاه هيتابع معاه، وعلى فكره مطعمين جميع التطعيمات والحاله الصحيه بتاعتهم بسم الله ما شاء الله. يلا بينا كده نشوف جراوي ميلو ونرجع نكمل مع بعض. يا جماعه بعد ما شفنا الجراوي وتاكدنا من مواصفاته ومن اشكالهم الجميله جدا وحطينا لكم الرقم على الفيديو، اي حد حابب يتابع ويتصل بصاحب الجراوي دي هيتصل بيه شخصيه محترمه جدا ومن الناس المحترمه جدا، يا رب ربنا يوفقه ويحصل له سوقهم. وطبعا اكيد شفنا صورته الام وادي الاب، يعني الموضوع واضح بنسبه 100%. ولو رجعت للحالات بتاعتنا في جوازات ميلو هتلاقي النتايه الوحيده اللي احنا جوزناها من بره. يا رب الحلقه تعجبكم، تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، احلى مسا عليكم والسلام عليكم.